استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون هنيئًا لكم ما تنعمون به من نعم عظيمة وأهمها نعمة الإسلام واتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وما تنعمون به في هذا المسجد النبوي الشريف من نعمة القيام بهذه العبادات العظيمة وأهمها بعد الشهادتين الصلاة المفروضة وكذلك ما يتبعها في شهر رمضان من صلاة التراويح وصلاة القيام وما ننعم به من الأمن والأمان والخيرات والراحة والاطمئنان والسلام في هذه البلاد المباركة فهذه نعم عظيمة ينبغي أن نحمد الله تبارك وتعالى عليها وأن نشكره جل وعلا أن حبانا هذه النعم العظيمة وقد قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم فالحمد لله والشكر له على إنعامه وأفضاله ومننه المتوجة بشرف الزمان في شهر رمضان المبارك وشرف المكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف القيام بهذه العبادات العظيمة في أجواء إيمانية وروحانية وقراءة للقرآن الكريم وقيام بأنواع العبادات العظيمة والأخلاق والقيم الزاكية فيا بشراكم هذه النعم ونحمد الله تبارك وتعالى عليها غير أن الشكر ينبغي أن يكون شكراً عملياً بالتعاون جميعاً على أن نقوم برسالتنا في هذا المسجد المبارك بكل أمن وأمان وراحة ورفق وتسامح ومحبة وأخوة وتعاون ولا شك أن القيم الإسلامية العظيمة التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف ينبغي أن نحرص على تطبيقها لا سيما في مثل هذه المواسم التي ينبغي أن تتجلى فيها أخوة الإسلام والمحبة والمودة والإيثار والألفة والسكينة بين المسلمين قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحن في هذا المسجد المبارك في نعم عظيمة ينبغي أن نحمد الله تبارك وتعالى عليها سخرت لكم كافة منظومة الخدمات الشاملة المتنوعة كل ذلك لخدمتكم وراحتكم وقيامكم بالزيارة على الوجه المطلوب وبكل راحة وأمن واطمئنان ولهذا فإن علينا جميعاً أن نتعاون مع رجال الأمن في استتباب الأمن والسلامة والسلامة لزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراعاة الأنظمة والتنظيم وإدارة الحشود والتفويج سواء أكان في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زيارة الروضة الشريفة بحيث يمثل المسلم والمسلمة قيم الإسلام في الرفق والتسامح والمحبة والأخوة والتراحم والتصافي والبعد عن العنف والشدة والتزاحم والأذى للمسلمين فإن أذى المسلمين أمر خطير يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وبعض الناس يطلق لسانه وجوارحه بأذى إخوانه المسلمين فليتق الله هؤلاء وليستشعروا آداب الزمان والمكان في هذا المكان المبارك والاستفادة من مدرسة الصوم في المبادرات في التحلي بالقيم بالرحمة
والصبر والأمانة وعدم التزاحم والصدق مع الله أولاً، والقيام بتحقيق التوحيد واتباع السنة ولزوم منهج السلف الصالح رحمهم الله، والحذر من البدع والمخالفات والمحدثات والمنكرات، فإن هذه أجواء إيمانية ينبغي أن تسودها كل قيم الإسلام الحق، وأن لا تعكرها أي تصرفات أو سلوكيات من بعض الزائرين. وأنتم ولله الحمد والمنة في هذا المسجد المبارك إنما أتيتم تريدون الخير وتريدون الجنة وتريدون الأجر والمثوبة، فعليكم أن تسلكوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ينبغي غض الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مسجده مكاناً للعبادة، للعبادة بكل أنواعها، لا سيما الصلوات، ولا سيما أيضاً الحرص على قراءة القرآن الكريم وعلى أعمال البر والخير والسلامة والمحبة للمسلمين جميعاً. كذلكم ينبغي أيها الإخوة أن نحرص على أن ننشغل بالعبادة، فلا ننشغل بغيرها، لا ننشغل بالهواتف المحمولة ولا بالتصوير ولا بغير ذلك مما يخرج عن سنن العبادة، وقد يكون سبباً في أن الإنسان يؤذي إخوانه المسلمين ويحول المسجد الذي وضع للعبادة وأسس على التقوى، يحوله إلى ويصرفه إلى أعمال غير شرعية فيرجع بالإثم والعياذ بالله. وبعض الناس هداهم الله، بعض الناس هداهم الله يظن أن المسجد مكان للقيل والقال والكلام من فضول الكلام والانشغال بما لا يعنيه من غير أمور العبادات، فليتق الله هؤلاء وليرعوا الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جواره عليه الصلاة والسلام. كذلكم على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وهي تأتي إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، بل من أفضلها، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي بالحجاب والعفاف والحياء والحشمة، وتحذر من الاختلاط بالرجال، وعلى الجميع أن يلزم السكينة، السكينة السكينة، والحرص على أن يكون الجو إيمانياً روحانياً إيمانياً تعبدياً نؤدي فيه العبادات على الوجه المطلوب. وعليكم أيها الإخوة أن تتعاونوا مع رجال الأمن الذين ما سخروا إلا لخدمتكم وتحقيق أمنكم وسلامتكم، ومع زملائكم العاملين في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي والتعاون معهم في تحقيق تعظيم شعائر الله في هذا المسجد المبارك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهناك مبادرة مباركة أطلقها سمو أمير المنطقة وفقه الله، وهي مبادرة خير أمة في تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية، ونحن نعيش في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى لنا، ثم أولى لنا أن نتحلى بأخلاقه وقيمه وشمائله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وعليكم أن تحرصوا على النظام والتنظيم والمحافظة على النعم، حفظ النعمة في سفر الإفطار واختفاء الظواهر السلبية سواء داخل المسجد النبوي أو في ساحاته، فلا ينبغي أن تكون مكاناً للتدخين أو للتسول أو غير ذلك مما يعمد إليه بعض الناس هدانا الله وإياهم. كذلكم أيها الإخوة الكرام علينا أن نحرص في تنظيم مصليات هذا المسجد العظيم، وأن نحرص على نظافته وتطهيره وصيانته، فهو بيت من بيوت الله بل من أجلها وأعظمها. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت منه أعظم حضارة عرفها التاريخ بالأخلاق والقيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد وفرت ولله الحمد والمنة لكم كافة الإمكانات، فما عليكم إلا أن تتفرغوا للعبادة، ولتعلموا أيضا
أن من التنظيم في هذا العام أن سطح المسجد النبوي خصص إن شاء الله للمعتكفين في العشر الأواخر من رمضان، وهكذا في تعاون يحقق تلاحم الأمة وتراحمها وتكاملها وتناغمها وعدم وجود أي ظاهرة في أذى المسلمين أو في تفرقة كلمتهم أو في بعثرة صفوفهم. فالصيام والمسجد النبوي مدرستان يربيان على المعتقد الصحيح والمنهج السليم والخلق القويم. وعليكم بالحرص على الدعاء، الدعاء في هذه الأيام المباركة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يدعو المسلم لنفسه ولوالديه ولأسرته وذريته وإخوانه المسلمين، ويدعو بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوحد الله صفوفهم ويجمع كلمتهم ويكفيهم شر أعدائهم، كما يدعو لولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق لما فيه خير البلاد والعباد وإلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. وكذلك الدعاء لرجال الأمن ولأهل العلم ولعلماء الشريعة وللمسلمين جميعا. ينبض قلب المسلم ويلهج لسانه في هذه الأيام المباركة بالدعاء لعل الله أن يصلح أحوال المسلمين، والدعاء لهذه البلاد المباركة ولولاة أمرها الميامين الذين يدعمون قضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان ويتشرفون بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما والعناية بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خيرا. نسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يجزي أمير المنطقة ونائبه خيرا على جهودهم وحرصهم وعنايتهم ورعايتهم المباركة لراحة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة. والدعاء موصول لرجال أمننا أن يثيبهم الله وأن يبارك جهودهم وأن يحقق النصر والتمكين والظفر لهم. ندعو لهم وهم في حدودنا وثغورنا يدافعون عن مقدساتنا ويدافعون عن بلادنا التي هي قبلة المسلمين جميعا ومهبط الوحي ومنبع الرسالة. نسأل الله أن يسدد رميهم ورأيهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا وأن يعافي جرحاهم ويشفي مرضاهم بمنه وكرمه، وأن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يرد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. كما نسأله تعالى أن يمن على زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتوفيق والإعانة للصيام والقيام، وأن يمن علينا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار في هذه الليالي المباركة نحن ووالدينا وجميع المسلمين بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.